اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه وسلامه ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا اليوم غنحضر معاكم كوكيز بالشوفان والقمح. كيجي رائع جدا ولذيذ. نتمنى انكم تجربوه وتردوا لي الاخبار كيفاش جاكم. ندوزوا للمقادير اللي غنحتاجوا فيها. طبعا للكوكيز غنحتاجوا طبعا الشوفان، 250 غرام ديال الشوفان، 150 غرام ديال دقيقة القمح، واحد ألزا، واحد خمارة، شوية قبصة الملح، واحد كمية بسيطة ديال الشوكولات، جوج بيضات، ربع كاس ديال السكر أو جوج معلقات، وتقريبا واحد 150 غرام ديال الزبدة على حسب الشوفان. غنهرس البيضات ديالي وغادي نحطهم وغادي نضيف هذيك الزبدة، يعني يا غتكون على حرارة المطبخ أو ذوبوها شوية، حيت أنا كانت عندي في الثلاجة وجبد ذوبتها شوية عاد درتها. وضفت الكمية ديال السكر اللي عندي، واحد ألزا، وخلطتهم. ومن بعد ضفت الشوفان وطحنته بالروبو، طحنته مزيان لانه قد ما طحنتوه مزيان، اولا كان عندكم الميكسور يمكن لكم تطحنوه هو الاول. انا واخا كان الشوفان مطحون وعاود دوزتو شويه بالروبو كما غتشوفوا معايا، وغنمزج يعني هاد المكونات كاملين. ومن بعد اخر حاجه غادي نضيفها هي الدقيق كامل، القمح والخماره ديالي. ومن بعد غادي نضيف واحد كميه بسيطه ديال الشوكولا، وغادي ندير السلوفان، وغادي نخلي واحد نص ساعه، في الثلاجه او ربع ساعه على حسب. انا درته في الفريق واحد 10 دقائق وخرجته، وبديت يعني كندير له الشوكولا، كنزيد له الشوكولا شويه من الفوق، كنديكوري وكندير واحد، يعني درتو ما درتش كبير بزاف، درتو مويان، ودرتو في الفران واحد تقريبا 20 دقيقه في درجه حراره الفوق لتحت، حيت عندي فران ديال الضو، واحد الربع يعني 20 دقيقه في درجه حراره 180. المهم نخليكم مع الفيديو، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، تبعوا المراحل. وشكرا على المشاهدة، وكنتمنى انكم تخليوا لي تعاليقكم الجميلة، وما تنساوش الناس اللي يلا شرفوني يشتركوا في القناة باش يشجعونا نزيد فيديوهات اكثر. والى اللقاء فيديو جديد، والمقادير ما تنساوش انا غنخليهم لكم في صندوق الوصف. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.
Öpüşer